خلال نشاطه اليوم الثاني في الزيارة، قام الرئيس بزيارة ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. صاحبه خلال الزيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، حيث قرأ الرئيس الفاتحة على روح الشيخ زايد، وأكد أن الشعب المصري لن ينسى المواقف التاريخية المشرفة التي اتخذها مؤسس دولة الإمارات تجاه مصر وشعبها.